التوشكا اللي كان وقفها قبل كده. مش عيب في الاختيار ولا عيب في التخطيط، لكن عدم القدرة على التنفيذ. أصدر الرئيس توجيهاته بضرورة التوجه إلى توشكا وتقييم الوضع ومعرفة أسباب تعثر المشروع اللي انطلق عام 1997 للعمل على حل المشاكل والاستفادة من المشروع الوطني العملاق. لكن علشان نبدأ، كان في تحديات كتيرة جداً، جثبان رملية، أرض صخرية، وضرورة توفير مياه الري في عمق الصحراء بدون التأثير على حصتنا في مياه نهر النيل، غير الحاجة لتمويل ضخم لتوفير بنية تحتية عملاقة. علشان نقدر نزرع الصحراء كان لازم نقوم بعملية تسوية الأرض وتوفير بنية تحتية وإنشاء محطات كهرباء وتجهيز محطات لضخ المياه إلى أجهزة الري المحوري، واللي تعد من أفضل وأحدث طرق الري المميكن وبتساعد على التوفير في استهلاك المياه. ولأن مفيش في القاموس المصري كلمة مستحيل، انطلقت في يوليو 2020 مهمة إعادة إحياء مشروع توشكا عن طريق تحالف 162 شركة وطنية والآلاف من المهندسين والفنيين والعمال والمعدات والآلات. احتاجنا أننا نوصل المياه الجاية من بحيرة ناصر مروراً بقناة الشيخ زايد إلى دليلين بينقلوا المياه لأفرع رئيسية 1 و2 و3 و4 وتفريعاتهم الجانبية بإجمالي أطوال 385 كيلومتر، بالإضافة لرفع منسوب المياه لمستوى الأرض بارتفاع 32 متر من خلال محطات رفع عملاقة وأحواض للطرد. مهمة توصيل المياه لأراضي توشكا ما كانتش سهلة. احتاجنا كميات كبيرة من المفرقعات لتفجير عائق صخري بطول 9 كيلومتر كان بيمنع وصول المياه لحوالي 300 ألف فدان. بعد التغلب على العائق الصخري بدأت مرحلة إقامة ومد شبكات الكهرباء الداخلية، فتم إقامة 12,350 برج هوائي مع شبكات كهرباء بطول 4,923 كيلومتر، بالإضافة ل 23 موزع جهد متوسط و 234 غرفة كهرباء وتحكم ومبنى إداري و 660 كشك من أكشاك محولات التوزيع وتركيب 78 ألف عمود كهرباء، مع تنفيذ طرق خدمية ومدقات لأجهزة الري المحوري بإجمالي أطوال 2,933 كيلومتر. كمان تم تنفيذ تفريعات إضافية بمساحة تزيد عن 22,500 كيلومتر مربع بإجمالي طول 173 كيلومتر، وبلغت كميات الحفر 51 مليون متر مكعب وكميات التبطين 780 ألف متر مربع، فضلاً عن إقامة محطتين مياه رئيسيتين بتصرف 8 مليون متر مكعب في اليوم و231 محطة لضخ المية و1028 طولم بتري، ومن كل فرع ودليل بتخرج شبكات الري بإجمالي 2,755 كيلومتر و605 محبس هواء و3,720 غرفة تفتيش بالمحابس و1,248 جهاز ري محوري. وكل ده بيتم التحكم فيه من خلال نظام مركزي للتحكم والمراقبة يعمل بنظام السكادا، تم تصميمه بأيادي مصرية، وتم تكليف شركة مدكور للمرافق بإدارة وتشغيل المنظومة، وبدأنا نحصد ثمار جهد السنين اللي فاتت. آلاف الأفدنة المزروعة بالقمح والنخيل ومحاصيل تانية للاستهلاك المحلي والتصدير. زرعنا 1.5 مليون نخلة و300 ألف فدان قمح، ومستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة و650 ألف فدان قمح لحصاد 1 مليون طن قمح بنهاية شتاء 2023-2024. وبكده بتواصل مصر مشوارها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة الغذائية. تحول مشروع توشكا من حلم غير مكتمل لحقيقة قائمة على أرض الواقع، ولسه مكملين لتنفيذ وعد الرئيس بزراعة 3 مليون فدان علشان نحول الصحراء للجنة الخضراء اللي هتعود على كل المصريين بالخير. حرب وسلام.
الخير لكل المصريين.